معايا تليفون مهم من ناقد رياضي كبير دايما اراؤه بيهتم بها الجميع ودايما ليه اراء مهمه وموضوعيه. معانا على التليفون الاستاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير. ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا يا كابتن. ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. سعيد ان حضرتك تكون موجود معانا في برنامج للناشئين والاشبال على شاشه قناه النادي الاهلي يا استاذ حسن. انا اللي اسعد والله يا سام. اهلا بيك. في البدايه يا استاذ حسن تتفق معايا لو احنا عايزين نصلح الرياضه المصريه لازم نبتدي من تحت من القاعده بتاعتنا هي قطاعات الناشئين في الانديه، ما يبقاش الاهتمام بس بالفريق الاول في الانديه والدعم والتمويل كل الفريق الاول، لازم نهتم بالقاعده من تحت من مدربين من لاعبين من اداريين حتى كمان من حكام يا استاذ حسن. لا طبعا ده اكيد مليون في الميه. وهقول لك يعني تجربه انا قريت عنها كتير وتابعتها بشغف وكلمت عنها كتير الحقيقه. تمام. تجربه المانيا، المانيا بعد كاس اوروبا 2000 لما خرجوا بهزائم وخرجوا ما حققوش اي نتائج كويسه ابتدوا يدرسوا ايه المشكله، قالوا احنا مشكلتنا في قطاع الناشئين. تمام. وكمان المدربين بتوع قطاع الناشئين، وعلى مدى 10 سنين من 2000 ل 2010 المانيا انتجت 18500 مدرب ناشئين مقارنه 900 مدرب ناشئين فقط في انجلترا بنفس الفتره. تمام. انت شايف الفرق قد ايه؟ لا وكمان يعني على مستوى منتخب المانيا الاول ما شاء الله من دايما موجود في النهائيات كمان. طبعا. وعشان كده المانيا في 2010 كان لازم تاخد كاس العالم وعملت اصغر منتخب مثلها، وكان ده من الشغل اللي اتعمل في العشر سنين. والمانيا كل شويه بتطلع الناشئين لان هم اكتشفوا ان الاساس في الصناعه بتاعت الكوره هم الناشئين. احنا الاهلي او الزمالك الحقيقه يعني انا بشوف انا بتفرج على الفيلم دلوقتي شايف عدد كبير جدا من الاولاد اللي بيتمرنوا. انا بتصور ان الاهلي والزمالك والانديه الكبيره مش ممكن ابدا يشتروا اللعيبه يعني المفروض قطاع الناشئين ده كل سنه او كل فتره بيطلع للفريق الاول مجموعه من اللاعبين. وفكره ان اللعيب عنده 18 سنه او 19 سنه ولسه صغير، لا ده مش صحيح. تمام. لان السن ده المفروض اللعيب بياخد فرصه وبياخد خبرات. وانا عارف ان في الاهلي في لعيبه في قطاع الناشئين عندهم 19 سنه، واحد منهم كان اختارته الجارديان ضمن شادي رضوان. شادي رضوان ضمن احسن 50 ناشئ في العالم، مرشحين يعني. تمام. ان هم يبقوا نجوم في العالم. فاذا الناشئين ممكن يكونوا، بس طبعا الاتحاد كمان مش الاهلي بس، اتحاد الكوره يعني لازم ينظم ويدرس فكره مسابقات الناشئين، لان انا عارف ان يعني في اوروبا ما بيعملوش مسابقات تنافسيه في سن صغير. ده في السن الصغير. فندم. اتفضل معاك. اتفضل يا استاذ حسن. ما بيتعملش ده في السن الصغير علشان الولد ما يتحرقش، بمعنى انه لا يستهلك يعني. ده هياخدنا لحته ثانيه كده يا استاذ حسن. وحضرتك بتتكلم ان يعني الاساس في الصناعه هو قطاع الناشئين، لظاهره سلبيه موجوده دلوقتي كمان في جدول المسابقات اللي بيتحط من جانب المسؤولين عن الرياضه المصريه خاصه قطاعات الناشئين. بنشوف ممكن ولد مميز عنده 15 سنه بيلعب النهارده مع فرقته، بيلعب بكره مع فريق 16 سنه، بيلعب بعده مع 17، بيلعب بعده مع الشباب، نيجي في نهايه الاسبوع نلاقي ولد 15 سنه بيلعب ممكن خمس مباريات في الاسبوع، بعد سنتين ثلاثه بنلاقي الموهبه دي ما بقتش موجوده واختفت. طبعا، لانه استهلك واتحرق واصيب. ويعني الحقيقه انت عارف الواحد زمان يعني لما كان بيلعب كوره كان بيبقى مستاء وقت الاوقات انه يمسك الكوره ويلعب بيها، لما بيغيب عنها شويه. انا عارف ان في الفرق الكبيره تمام بيبقى في تدريبات من غير كوره لفتره، وبعدين اللعيب ياخد الكوره وبعد كده يبتدي يلعبوا يتمرن فيها. تمام. الشوق للكوره للبالونه دي نفسها مهم جدا حتى عند الولد الصغير. فده لازم. وبعدين كمان لازم قطاع الناشئين في اي نادي وفي الاهلي طبعا بالتحديد ينظم عمليه الاشتراك في المسابقات. فاضل بقى حاجه ثانيه بس انا عايز اقول لك عليها. اول مباراه يعني انا يوم ما لعبت كوره اول مباراه ليا وانا عندي 12 سنه كانت المعادي والنادي الاهلي
الساعه 1 قبل مباراه الاهلي والترسانه الفيرست تيم، الفريق الاول. الفريق الاول اه. و يعني تخيل بقى لما واحد عنده 12 سنه او 11 سنه نازل قدام 20,000 متفرج موجودين في الاستاد. انا عايز بس اوصل فكره ان في مراحل الناشئين انا يعني يا ريت يعود هذا التقليد، يعني فكره ان قبل المباريات الكبيره والفيرست تيم يبقى فيه ماتشات للولاد الصغيرين عشان يتعودوا على الضغوط العصبيه والجمهور، لان احد مشاكل اللعيب المصري فكره مواجهه الجمهور وخصوصا لما يلعب بره. تمام. عايز اعرف برضو راي حضرتك يا استاذ حسن، وانت بتقول يعني حاجه مهمه جدا بالنسبه ازاي نعود ناشئ صغير ان يلعب امام الجمهور، عايز اعرف راي حضرتك. اه اتفضل يا استاذ حسن. انا عايز اقول لك بس ان الباك ليفت اللي كان بيلعب عليا كابتن فتحي مبروك في الماتش ده. كابتن فتحي مبروك، هو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وعورني. طب عايز اعرف راي حضرتك يا استاذ حسن في وانت بتقول حضرتك ان عايزين نعود ولادنا ان ازاي يلعبوا قبل الفريق الاول ويتعودوا على الضغط ده من صغرهم. بنعمل فكره هنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وعلى ما اعتقد دي القناه الوحيده اللي بتنقل مباريات الناشئين على الهواء مباشره. عملناها هنا قبل كده لفريق الشباب 97، عملناها لفريق 99، وعملناها كمان لفريق 2001. من خلال المباريات دي بدانا نسلط الضوء على المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكمان الفرق الثانيه، بدانا كمان نبرز مدربين ما شاء الله بيشتغلوا يعني شغل هايل، بنبرز كمان اداريين، وكمان بنطلع لجنه التحكيم حكام صغيرين كمان بنقدمهم للدوري الممتاز. ايه رايك في الفكره دي يا استاذ حسن؟ طبعا لا، ده يعني توجه سليم جدا، لان اولا انت بتشجع الولد الصغير لانه يهتم ان هو يتشاف في التلفزيون، بتشجع اولياء الامور. يعني انا عارف كويس قوي المدرك تماما ان اولياء الامور الاب والام يعني بيتعبوا مع اولادهم قوي في التدريبات والاهتمام والمتابعه. حاجه تفرحهم وتسعدهم ان اولادهم يبينين في مباريات منقوله على الهواء مباشره في شاشه مهمه زي شاشه النادي الاهلي. تمام. كل الحاجات دي طبعا بتفيد الولد نفسيا ومعنويا وحتى كمان فنيا، لانه ممكن يتفرج على نفسه بعد كده الوالد يسجل له المباراه. تمام. يقعد يتفرج ويشوف هو كويس ولا مش كويس، هو غلط في ايه ما غلطش في ايه، هيتعلم من كتر المشاهده دي هيتعلم. وانا عارف ان كباتن منتخب مصر من المدربين كانوا بيعرضوا على فريق تيم شرايط فيديو عشان اللعيبه الكبار دول الدوليين يتعلموا من الاخطاء وهكذا. فده طبعا فكره مهمه جدا هتساعد الولد الصغير في رحلته مع الكوره، وهي رحله صعبه قوي، الناس فاهم انها رحله سهله، دي رحله صعبه قوي يعني. تمام. توعدنا ان شاء الله استاذ حسن تكون معانا في حلقه ان شاء الله في برنامج الاشبال ان شاء الله، ويعني وعايزين نتكلم مع حضرتك في مواضيع مهمه جدا يعني زي التسنين والتزوير ومواضيع والملاعب، ان فعلا زي ما حضرتك بتقول اساس الصناعه هو قطاع الناشئين. توعدنا ان شاء الله تكون موجود معانا في حلقه ان شاء الله يا استاذ حسن. باذن الله. ان شاء الله. شكرا استاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير. يعني لما يكون